مرحبا طلابنا العسل، أسئلة مال سنة 2015 دور الثاني. راح ناخذ الإسقاطات مالتها وإن شاء الله ناخذ الإسقاطات المتتالية الباقي سنوات. أوكي، عندي هنا بيك بوكس اللي هو النشال، سي فرونت الواجهة البحرية يعني من توقف على الساحل، جوز أب يرتفع، توستد يلتوي، أركيتك اللي هو المهندس المعماري، بليسمنت تيست اللي هو الامتحان التنافسي أو امتحان اختبار. نجي الأول واحدة إن بريتن في بريطانيا، the number of diabetes اللي هو مرض السكر. أوكي، منو يا كلمة تجي مناسبة له؟ أكيد راح تجيني كلمة goes up يرتفع. إن بريتش diabetes اللي هو مرض السكر يرتفع. اثنين، إن فراغ، إن someone who design building، design building يصمم المباني، منو يصمم المباني؟ أكيد الأركيتك اللي هو المهندس المعماري. ثلاثة، one of the first day، on the first day اليوم الأول، the student الطلاب take، ما دام عند student and the first day أكيد يأخذون placement test اللي هو فحص أو الاختبار أو الامتحان، باليوم الأول الطلاب يأخذون امتحان. خمسة، let's go for a walk، a walk مشي، خلينا نروح نمشي. وين نمشي؟ أكيد بال sea front على الواجهة البحرية أو على الساحل. So crowded area، crowded area يعني الأماكن المزدحمة، attract تجذب، تجذب من book books، وعندي كلمة زايدة اللي من بقت زايدة twisted زايدة، فbook books هي النقطة رقم خمسة.